علاجات، فيش عنا علاجات، فيش عنا غيارات، فيش مسكنات، احنا بنموت بنشوفش النوم. قد لا يعلو صوتا فوق صوت المرضى في قطاع غزة، فهم تحرم عيونهم من النوم وأجسادهم من الراحة. ضاقت بهم مستشفيات القطاع التي تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية بفعل الحصار، ويرفض الاحتلال السماح لهم بالعلاج خارج حدوده. أجت لنا تحويل من الأردن قبل شهر تقريبا، ووجهت الإسرائيلية رفضوني، رفضوا التحويل بالكامل، رفضوني يعني، وأطالب جهة يعني المسؤولة كله والعالم بالأجمع، وأطالب للعالم الأجمع أن يسهلوا يعني أمور سفرنا، حقنا كشباب مجرحة أن يطال أن نسافر بالخارج لعلاجنا. يعني إمكانيات غزة مش متوفر لا علاج ولا دواء، يعني أنا بعاني ليل نهار من رجلي، يعني في عندي تفتت في العظم. فهؤلاء المرضى هم جزء يسير من مرضى ومصابين حضروا في هذا اليوم عند بوابة معبر بيت حانون إيرز لإيصال صوتهم بحقهم بالعلاج التام. هناك 56% من التحويلات التي ترفع لإجراء التنسيقات المطلوبة يقوم الاحتلال برفضها دون أي مبررات، فقط هي مبررات عنصرية للنيل من حياة وإرادة المريض الفلسطيني. وبالتالي هناك آلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة لا زالوا ينتظرون أن يسمح لهم بمغادرة قطاع غزة. لم يطلبوا الشيء الكثير، بل أدنى حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الداعمة لحقوق الإنسان. أي تأخير في حالة نقل هؤلاء المرضى كما رأيتم جميعا فإن هناك أوضاع خطيرة جدا ستواجههم. البعض إن لم يتم اتخاذ مقتضى علاجي مناسب قد تبطر أطرافه، والبعض قد تتعرض حياته للموت، الأمر الذي يمس مباشرة حق الإنسان في الحياة ويمس مباشرة حق الإنسان في تلقي العلاج، ويشكل في حقيقته جريمة ينبغي مقاضاة مقترفي جرائم الحرب الإسرائيليين عليها. فمعاناة المرضى في غزة هي واحدة من قطاعات عدة تأثرت بفعل الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 11 عام. من كل مشافي القطاع جاءوا إلى هنا، على صوت أنينهم يوقظ من يحاصرهم ويزيد من معاناتهم التي تتفاقم في كل ثانية تمر دون علاجهم. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.